لو سألت سيادتك عن حالة العجلات الحربية عندما جاءت إلى هنا. تمام، خلينا نقول الحكاية بتاعت العجلات الحربية من البداية أساساً. احنا كان عندنا 6 عجلات حربية، 4 في التحرير وواحدة في المتحف الحربي وواحدة في متحف الأسرة. كويس. كان في مشروع قائم حالياً، مشروع مصري ياباني بالتعاون مع مؤسسة الجايكا، كان شامل 6 عجلات حربية وثلاث أسرة. من ضمنهم الست عجلات الحربية احنا بدأنا بالفعل في مرحلة التوثيق ليهم كبداية. كبداية نشوف حالتهم، عملنا كونديشن ريبورت لكل مجموعة بالتعاون مع مجموعة النقل. بعد كده عملنا مجموعة فحص بالثري دي سكانر والاكسري راديوجرافي. كويس. لكل طريقة من دي بتدينا معلومة مختلفة. على سبيل المثال الاكسري راديوجرافي بيعرفنا على أماكن التعشيق اللي موجودة في العجلات الحربية، هل هنقدر نفك ولا لأ. الثري دي سكانر بنعمل مجسم ثلاثي الأبعاد لكل عجلة حربية على أساس مجسم ثلاثي ثلاثي الأبعاد على أساس لو في أي ديفورميشن حصل وقت النقل نقدر نشوف الموضوع ده لما الحاجة تيجي عندنا المتحف الكبير. ضمن النقط المهمة اللي كان لازم ناخدها. بعد كده بدأنا في الفيرست ايد لكل عجلة حربية. بعد الفيرست ايد تم عمل باكينج بالتعاون مع مجموعة الباكينج ومجموعة النقل في المتحف المصري الكبير برضو. بعد الفيرست ايد والعمليات الباكينج تم عملية النقل للقطع كلها، العجلات الحربية. خشيت على قطع من النقل؟ احنا عندنا مجالة حربية يضمن ان مفيش اي حاجة تحصل. وبالفعل تمت عمليات النقل والفيرست ايد نقدر نقول 100% هي. بدون اي خسائر، بكفاءة بكفاءة عالية جدا. حضر الوقت الفض للعجلات الحربية، كان سيادة الوزير موجود. وتم رؤية كل حاجة وكان معظم الاعلام موجود وشاف كل القطع وقت فكها. كويس جدا جدا جدا. احنا هنا قدام العجلة رقم دي كانت العجلة الأولى. دي كانت أول عجلة تم نقلها. مواصفتها إيه العجلة اللي قدامنا دي؟ دي إحنا العجلة دي عبارة عن خشب. الهيكل الأساسي منها خشب. بعد كده في مجموعة نسيج. طبقة نسيج، وبعد كده في طبقات تحضير، وبعد كده في طبقات الزخرفة اللي حضرتك شايفها، سواء تدهيب ورق ذهب أو نقدر نقول رقائق ذهب. وفي طبعا في مواد تطعيم مختلفة، احنا حاليا في مرحلة الفحص والتحليل لكل المواد دي. بالإضافة ان احنا هنا اشتغلنا بقى لما الحاجة جت لنا هنا، عملنا كل طرق الفحص والتحليل. عندنا من طرق الفحص اللي استخدمناها والتوثيق، عندنا التوثيق بالتصوير العادي بس بطريقة ساينتفك. بنستخدم التصوير بالأشعة فوق البنفسجية. عايز توصل لإيه؟ هقول لحضرتك. اول حاجه في ترميمات 7 تمت على الـ على الـ على القطعه دي. في مرحله وجودها في المتحف المصري او وقت الاكتشاف. كويس. طبعا قبل ما بنبدا في ترميم الحاجه دي لازم نشوف الترميمات السابقه دي موجوده فين بالظبط، يعني بنعمل لها التصوير بالاشعه فوق البنفسجيه. بيعمل لو تاريخ الترميم بتاعها بالظبط، بتتتبعه. بنتتبع تاريخ الترميم عشان كمان تعيد البص عليه بالظبط. التصوير بالاشعه فوق البنفسجيه ده بيعمل لنا ديستريبيوشن لاماكن الترمومات السابقه. كويس. عشان لما نقدر لما نيجي نشيل الترمومات السابقه دي ما نسببش اي مشاكل للاثر. كويس جدا جدا. دي نقطه. النقطه الثانيه الفحوص والتحاليل. ليه بنعملها؟ عشان بعد كده بنعمل حاجه اسمها جانب تجريبي. ايه الجانب التجريبي ده؟ بنعمل عينات مطابقه للاثر، نوع الخشب، عشان لو حبيت تجرب ماده تجرب بره الاصل بالظبط كده لحد ما يثبت بالظبط. يعني احنا بالظبط بالظبط. مين بيشرف عليك؟ يعني مثلا اثر زي ده لو العالم بيشتغل فيه. أوكي. اي متحف دولي بيشتغل فيه. أوكي. اعتقد العالم كله واقف على طراطيف صوابع. ده اكيد. ماشي. النهارده انا شايف شابات مصريات، شباب صغير مقبل متحمس قوي دارس اكيد. مين دول؟ وانا مطمئن. طبعا لازم نطمئن. طب هقول لحضرتك احنا دلوقتي اول ما جينا هنا 2010 خدنا اكتر من 110 كورس هايل، دورات تدريبيه من جانب الياباني. والجانب الياباني برضو ما كانش بيجيب خبره من الترميم في اليابان، لا ده كان في خبره بتيجي من ايطاليا من بريطانيا.